15 16 17 18 7 8 7 ايه بس يا حاج؟ 11 13 بتعد كويس يابا. ما هو يا عم بعد على قد ما اقدر بقى. هل انت نسيتني من الاول؟ 1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 3 4. خير يا ريم، في حاجة؟ بس حلو يا رحيم برضه ظابط فورمة وكده، مش زي بابا يعني. شوفي، هو أبوكي مش فورمة بس عصب. لا يا بنتي، أبوكي كان فورمة بس أمي كانت تزغطه محشي لغاية لما بقى كفتة. معاك حق والله. طب أنت كنت عايزة حاجة؟ أنا كنت جاي أقول لكم الأكل جاهز. تمام، وإحنا جايين. ماشي، أوكي. بسرعة بقى. طيب. عد يا حاج. طب الاكل بتقول لك جاهز. يلا عشان نسيح الاكل. طيب قلنا كده 1 2. انا عاوز اعرف الاستاذه اللي معاكي دي قاعده بصفه ايه؟ دي دكتور داليا حامد يا فندم، دكتوره متخصصه في التنميه البشريه. ايوه انا عارفها، المشكله اني عارفها كويس، علشان كده بقول لك دي مكانها مش هنا. في ناس كتير بتشكك في دور التنميه البشريه. منين انت الكلام ده؟ نفس اليوم اللي خرجت فيه رحيم وعملت تحريات على الاتصال. نمره جديده يا باشا، من ساعه ما عمل المكالمه دي والتليفون مقفول وكل البيانات اللي سابها في الكنترول مضروبه. يا اخي الباشا، راجع حساباتك. اللي عمل كده اللي عايز يضحى ولا يعكسها، عايز بس يضغط على اعصابها. طب وفي راي سيادتك بيعمل كده ليه يعني؟ هنشوف بيعمل كده ليه. نقول له عيب عيب. مفهوم يا خالد باشا؟ مفهوم يا فندم. أغبى حركة ممكن تعملها في حياتك، تقتله على المركب بتاعتك. سامي قال لي هطلعك منها. وهو في حد يصدق سامي برضو؟ ده مش بعيد يكون كان عايز يلبسك مصيبة عشان يخلص منك انت ورحيم في وقت واحد. تخيل، انت معاكي حق. لا بس انا عايز اقريك على حاجة امينة، انا مش هقع لوحدي. رحيم لو خلص عليا هيفضلكم، وانت اللي هتكوني بعدي. وهو انا قاعده معاك دلوقتي ليه؟ عايز تخلص من رحيم؟ ماشي، بس من غير ما تلط نفسك. ورحيم حبايبه كتير قوي. يعني ايه؟ نزق عليه حد؟ بالظبط كده. بس طبعا لازم نسخنه الاول. عندك حد؟ عيب عليك. انت على طول بهراني كده يا أمينة. رحيم، أنا آسف إن أنا خضيتك. أنا مش مصدقة إنك خرجت من السجن. ولا أنا. فاضية نتكلم شوية؟ بس أكيد مش أنا. مبروك.
حاجات كتير حصلت انت ما تعرفهاش. انا من ساعه ما خرجت من السجن وانا بسمع الجمله دي. من فضلك مش عايز اسمعها منك، وكمان مش عايز اسمع منك اي مبررات، لاني مش جاي عاجبك. امال انت جاي ليه يا رحيم؟ ايه؟ ما كنتيش عايزاني؟ عشان ما كنتش عارفه لو شفتك هفضل زي ما انا ولا لا. داليا، انا مش جاي اخبط لك حياتك. انا مش عايزك تحسي بالندم. قصدك انا وعماد؟ قصدي اخر ليله شغل بعض فيها. طب تسمح لي اغير هدومي؟ ما انا مش هروح معاك كده. اه طبعا، خد وقتك. داليا، انا بيتقبض عليا. ايه دي؟ واسمعيني، احنا لو ما تقابلناش النهارده ما تحاوليش تتصلي بيا. ايوه انا اللي هبكلمك. رحيم، رحيم، داليا رايحة فين؟ من ساعتها كنت حاسة إن أنا اللي سلمتك ليهم، أنا اللي سجنتك. أول ما خرجت من السجن كنت أول حد عاوز أروح له، علشان أعرفك كويس، وعارف كمان إنك أكيد بتلومي نفسك من يوميها. بس كنت بقول لنفسي سيبها، أكيد زمانها نسيب. مفيش يوم عدى عليا غير وانا بفكر في اللي حصل. كنت فاكره ان عمري ما هشوفك تاني. انت نفذتي اللي طلبته منك، انك تكملي حياتك من غيري، وانا لسه بطلب منك ده. وجاي اقول لك كمان ان اللي حصل ده كان مكتوب، حتى لما كنت ظهرت يوميها قدامي ربنا كان مقدرنا نبعد عن بعض. كملي حياتك من غير ادلي. انت هتسيبني؟ انت نفذتي الحاجه الوحيده اللي كان نفسي ما تسمعيش كلامي فيها. بس كده احسن، انتي مع عماد هتبقي في امان. دلوقتي قلقتيني عليكي. مفيش يا لميا، هو في جديد؟ مفيش، بس في واحد مستنيكي بره من بدري. مين ده؟ العميد احمد الديب من اداره الامن الوطني. كنت عايز اتكلم مع سيادتك كلمتين، ممكن؟ نعم. رحب السيوفي. ازيك يا حنان؟ ازيك يا اختي؟ بقالنا كتير ما شفناكيش. وايه اللي جابك عندنا بقى ان شاء الله؟ هو رحيم مش قاعد عندكم ولا ايه؟ هو قال لي كده. اه صح يا اختي، انا اسفه. اتفضلي يا اختي، اهلا وسهلا.
سامحني يا بابا عشان خاطري، والله العظيم ما بإيدي. انت ما تعرفش انا عملت ايه مع سيد بعد اللي عمله معاك انت وهشام. انا كويس دلوقتي يا بنتي. عشان خاطري يا بابا، السيد مسكني من ايدي اللي بتوجعني، بيهددني، عايز يطردني وعايز يحرمني من العيال كل ما بجيب سيرتكم، وانت عارف بقى البهدله اللي اتبهدلناها بعد رحيم. ما تشيليش هم يا رحاب، كل حاجه هترجع زي ما كانت. طب والختمه الشريفه يا اخويا؟ كان على عيني انك تمشي امبارح، قلبي كان بيتخلع من صدري كده وانت ماشي، كان نفسي اقول لكم تقعدوا معايا انت وبابا. المهم يا بنتي دلوقتي نلاقي هشام، حتى البنت اللي ماشي معاها ما بتردش علينا. دي مراته يا بابا. لما سيد طردك انت وهشام انا كلمتها عشان اسال عليكم، وهي حلفتلي انها متجوزاه. طب ما تعرفيش البنت دي قاعده فين؟ البنت دي ممكن نعرف منها حاجه تدلنا على اللي خطفه هشام. اعرف، هي قالت لي، بس انا مش عارفه اذا كانت موجوده هناك دلوقتي يعني لسه ولا لا. بتعملي ايه يا بنتي؟ اوعى تشتم. تطبطي بمخك؟ ايه؟ بسمعهم يمكن يكونوا بيقولوا نصيبه زي اللي حصلت قبل كده. واحده جايه تزور اخوها وابوها، النصيب اللي هتحصل في كده. بيتي. بيتي؟ ايوه بيتي، ولازم اعرف كل اللي بيحصل تحت سقف. وعد هو وابوه واخته جايه له. ايه؟ قاعده في محطه مصر. خلاص بشوف له شقه. اتهدي بقى. ما بتهدش. طب يلا خش نال، يلا. كان نفسي اقعد معاك اكتر من كده، بس لازم ارجع قبل ما سيد ياخد باله. ربنا يعينك عليه يا بنتي. يا رب يا بابا يا رب. خلي بالك من نفسك يا رحيم، وما تأمنش لحد، لأي حد، فهمني يا رحيم؟ ما تخافيش على أخوك يا أختي. لا إله إلا الله محمد رسول الله. عملت اللي اتفقنا عليه؟ حبيبة قلبي تسلمي.